انا فاكره اني جيتها مره وانا قد ساره كده مع خالتي قبل ما نروح العراق. فعلا حلوه قوي، ما كنتش متصور اني هشتغل هنا. مبسوطه يا حبيبتي؟ قوي يا حبيبي، ربنا يخليك لينا يا رب. ساره يوسف هتقعوا كده، انزلي انزل. انت دخلت جوه قوي يا عز، انا ابتديت اخاف. ما تخافيش يا حبيبتي، على فكره انا في حاجه كنت مخبيها عليك. ايه هي؟ انا بشتغل ضابط المخابرات الاسرائيليه، واسمي الحقيقي دانيال. ماشي يا سيدي. شالوم يا سيدي دانيال. في يا عزت، وقفت ليه؟ يا فندم، تحت امر. في معلومات ان ليفي والمجموعه اللي معاه هيسيبوا البلد النهارده، علشان كده جات لنا تعليمات اننا لازم نتحرك بسرعه. الخطه اتحطت، قوه الاقتحام محاصره البيت دلوقتي. انت طبعا هتخش معاهم، بس لازم نتاكد ان ليفي يخرج سليم، فاهم؟ دي مسؤوليتك يا مصطفى. كليف المكان كله محافظ. سلم نفسك، مفيش فايدة. ايه
بس للأسف عايزينك حي. اطلع بدل ما غير رأي. اطلع اطلع اطلع. الو، ما شنو هاي الشا؟ هي عدايم بهلم، هي لو أخلت ولو شوتا كلوم، كل هزمان هي مستجارت بحضارها القديم. أتا حياف لشلوت عليها، عخشاف هي بسيوت هي تعسيقتها كل كدي ليش تحرير منه سريق لهفير. لا ام هي تعسيق بعيوت تجلم بيوكر في هيو هشلخون لو تفوت. هل تتأجي الشي؟ نحن بقول لفني كشلوشا يمين، זה עניין של זמן. אני יודע מה צריך לעשות. סמע דניאל, אני וואפקת אנק תג'יבה, בס מה בסמח לך אבדן אנק תדורני.